اهلا بيكم في الفيديو ده هنتكلم عن الـ Edge Standardization using R. في الفيديو ده هنتكلم على طريقتين الـ Direct Edge Adjustment والـ Indirect Edge Adjustment. الـ two examples اللي هنتكلم عنهم سواء في الـ Direct أو الـ Indirect Method attributed للـ authors دول من Johns Hopkins University, الـ License Creative Commons و الاسم Presentation Direct and Indirect Methods of Adjustment, وده اللينك بتاع البرزنتيشن. المثال الاولاني بيتكلم على مقارنة النسب المورتاليتي بين السنجل ميلز والماريد ميلز, وكان في البرزنتيشن عايز يوضح اهمية الايدج ادجستمنت. فحسب الكرود ريت اوف سنجل مورتاليتي والكرود ريت بتاع الماريد مورتاليتي زي ما احنا شايفين دلوقتي, واداني ان السنجل مورتاليتي ريت 8 لكل 1000 سنجل ميل, والكرود ماريد مورتاليتي ريت 17.26 لكل 1000 ماريد ميل. والاوثرز كانوا بيسالوا هل ده معناه بقى ان الزواج مضر بالصحه مثلا او بيسبب ان المورتاليتي بتزيد. السؤال ده طبعا كان موتيفيشن عشان يعرفنا ايه اهميه الايدج ادجستمنت. فكان الحل عشان نعرف نكمبير المورتاليتي ريتس ما بين الماريد والسنجل, مش ان انا اقارن بس الكرود ريتس او بس عدد الوفيات على البوبوليشن, لان ده هيبقى مسليدنج جدا, لكن بان انا بكالكوليت الايدج سبيسيفيك ريتس. والايدج سبيسيفيك ريت في المثال اللي احنا هنشتغل فيه ده, هنشتغل في المثال الاولاني على الدايركت ايدج ادجستمنت ميثود في المثال بتاع كومبيرنج السنجل والماريد ريتس, والاندايركت ميثود هنشوف مثال تاني. فخلينا نكالكوليت الايدج سبيسيفيك ريتس. الداتا سيت عندنا فيها السنجل بوبوليشن عباره عن ده الايدج جروب, ده البوبوليشن هنا مثلا في الايدج جروب ده 17 مليون سنجل ميل. الديث بير عدد الديثز في البوبوليشن دي في الايدج جروب ده ات سبيسيفيك يير كان مثلا 39700, وهكذا. كل سطر بيمثل ايدج جروب, والريت بيتحسب بانه بيقسم ده على ده وبيضربه في 1000 عشان يديني الريت بير 1000 ميل. الماريد ريت بيديني الماريد داتا سيت بيبقى نفس الكلام برضو, البوبوليشن اهي والديثز اهي والريت بير 1000 ماريد ميل اهو. وازاي حسبنا الكرود ريتس للسنجل؟ بان احنا جمعنا الديثز بتاع الكرود ريت على التوتال بوبوليشن فاداني الكرود ريت ده, ولما جمعنا الديثز بتاع الماريد بوبوليشن على البوبوليشن بتاعت الماريد التوتال بيديني برضو الكرود ريت ده. هحسب ازاي بقى الايدج سبيسيفيك ريت؟ بان انا بقسم ال number of deaths per age group على ال population per age group, وبما ان احنا عندنا ال death بتاع ال single في فيكتور والبوبوليشن في فيكتور, لو قسمت ده على ده بيقسم كل ايتم في الفيكتور على الكورسبوندنج ايتم بتاعه وبيديني الريتس اللي احنا شايفينها قدامنا, ونفس الكلام الماريد ريت وبيديني المنظر ده. بعد ما حسبت الايدج ادجستد مورتاليتي ريت او ايدج سبيسيفيك مورتاليتي ريت, لو بصيت على كل ايدج جروب هلاقي ان الايدج سبيسيفيك ديث ريت فور افري سنجل ايدج جروب از هاير فور سنجل ميلز. هلاقي ان كل ايدج جروب الديث ريت اعلى في السنجل ميلز من الماريد ريت. طب ايه الحكايه؟ ازاي الكرود مورتاليتي اعلى في الماريد مقارنه بالسنجل؟ يبقى دي الاكسبلانيشن بتاعتنا لما عملنا التشارت ده عشان نقارن البوبوليشن مع الايدج جروب. الاحمر هو السنجل والازرق هو الماريد بوبوليشن مش ديث ريت. فالاكسبلانيشن عندنا واضحه ان as we get older we have much much more married guys. قارن ان في السن الصغير اللي هو من 15 24 عدد الماريد ميلز قليلين جدا والان ماريد او السنجل كتير. كل ما بيكبروا في السن او كل ما احنا بنكبر في السن كل ما عدد الناس البوبوليشن بتاع الماريد ميلز بيزيدوا. معنى ان احنا بنكبر يعني بنبقى getting more sicker more liable
to get sick and die. Usually the younger age group هو الهيلثير. فالهيلثير أو the younger guys أو the younger males make up the bulk of the singles population, while the married males بيبقى البالك بتاعهم شوية في الـ older age groups. طيب أنا دلوقتي confused, أنا عايز a method to fairly compare the two populations, وعلشان كده احنا عملنا الـ age adjusted comparison اللي هنشوفها بتعمل ازاي دلوقتي. زي ما قلنا اللي هنشتغل بيه دلوقتي هو الـ direct adjustment. دايركت ادجستمنت هنشتغل عليه بطريقتين. الطريقه الاولانيه اللي unassisted, الانسيستد دي اللي هي هنحسبها بايدينا, والطريقه الثانيه بستخدم لايبرري اسمها اي بي تولز جواها فانكشن واحده هتوفر عليا بدل ما احسب بايدي كل حاجه. لكن الطريقتين طبعا هيطلعوا نفس النتيجه. فاول حاجه هعملها في الدايركت ادجستمنت ان انا هكرييت ا ستاندرد بوبوليشن. وكرييشن اوف ستاندرد بوبوليشن انا في المثال ده هشتغل على ان انا هضيف التو بوبوليشنز على بعض. يعني ايه هضيف التو بوبوليشنز على بعض؟ يعني هضيف لكل ايدج جروب هضيف البوبوليشن دي على البوبوليشن دي, وهضيف الديث ده على الديث ده. انا جاست بكرييت ستاندرد بوبوليشن. الستاندرد بوبوليشن انا هعملها دي از ميد اب بوبوليشن, از نوت ا ترو بوبوليشن, لكن انا بعملها علشان اعرف اقارن بشكل بين قوسين كده فير ما بين السنجل بوبوليشن والماريد بوبوليشن من حيث الديث ريت. الريتس اللي هتطلع لي من الكومباريزن دي ما اقدرش اعتمد عليها ان انا اقول انها ديث ريتس حقيقيه, لكن او مورتاليتي ريتس حقيقيه, لكن انا هقدر استفيد بيها في الكومباريزن بتوين ذا تو بوبوليشن. تاني, الستاندرد بوبوليشن هنا از ميد اب بوبوليشن, ما ينفعش اعتبر ان دي بوبوليشن حقيقيه, وبالتالي الريتس اللي هتطلع منها دي ريتس معموله بس فور كومباريزن بتوين ذا تو بوبوليشنز, اند ات از نوت meant ان اعتمد عليها ان انا اريبورت ان دي الريتس الحقيقي. فجاست it is not legal to use it as true rates, لكن it is legal to use them for comparison between the two groups. هنشوف هنعمل ايه. هنضيف ال standard population, هنضيف ال single مع المريد, وهنضيف ال death rates, الديث ريت بتاع السنجل والديث ريت بتاع المارد عشان يديني الستاندرد بوبوليشن ديث. الطريقه الثانيه ان انا هابلاي الريتس بتاعه الستاندرد بوبوليشن الجديده بقى اللي طلعت لي, هابلاي الريتس بتاعه السنجل وبتاعه المارد على الستاندرد بوبوليشن زي ما احنا هنعمل دلوقتي. وتالت حاجه هحسب بقى الريتس الجديده او الادجستد ريتس. فبالتالي بيديني ان التوتال ادجستد ديث ريت للسنجلز هيبقى 27.7 بير 1000 سنجل ميل, والتوتال ادجستد ديث ريت للمارد بقى 13.1, وده معناه ان الزواج مفيد جدا للصحه. وزي ما اتفقنا ان it is a not real rate, it is a made up population, ولكن it is good for comparing the two groups. دلوقتي هنشتغل على الـ age standardization by direct method with الـ AP tools function adjust age adjust direct dot direct. هنلود الـ package AP tools. لو بصينا على الهيلب بتاعت الباكج هنلاقي ان هي بتاخد الارجيومنتس الكاونت بتاع الايدج سبيسيفيك كاونت اوف ايفنتس اللي هي الديث, والفيكتور اوف ايدج سبيسيفيك او بوبوليشن استيميت, والستاند بوبوليشن بتاعتي برضو بتبقى ارجيومنت. الكونفيدنس ليفل باي ديفولت بيبقى 0.95. علشان احسب للسنجل الدايركت ستاندردايزد ريت للسنجل هستخدم function age adjust direct. هحط الكاونت عندي هو ال death events بتاعت السنجلز, البوبوليشن عندي هي البوبوليشن سنجل, والستاندرد بوبوليشن هي اللي انا البوبوليشن اللي انا عملتها. نشغل الفانكشن ونحسب الكرود ريت والادجستد ريت. كرود ريت زي ما طالع عندنا, ادجستد ريت زي ما طلع لنا بالمانيوال كالكوليشن, وده اللور كونفيدنس انترفال والابر كونفيدنس انترفال. والمارد احسب نفس الكلام,
وبيديني برضو الادجستد ريت للمارد بيبقى اقل من الادجستد ريت للكرود للسنجل. المثال التاني عندنا هو عشان نحسب بالاندايركت ميثود. One classical example اللي انا بستخدم فيه الايدج ادجستد using indirect method او ايدج ادجستد ريتس using indirect method هو الاوكيبيشنالي exposed population. زي مثلا في نفس المحاضرة اللي احنا كنا عملنا منها المثال الاولاني كان بيتكلم على population of miners عمال مناجم, وكان السؤال بتاعه برضو for attribution عشان creative commons license, يعني دول الاوثرز وده اللينك بتاع البرزنتيشن والتايتل بتاع البرزنتيشن The Direct and Indirect Methods of Adjustment. هو المثال كان بيتكلم على سمول تاون فيها 534,533 ماينر, وات ا سيرتن يير حصل 436 ماينر دايد. فكان السؤال بقى Is this normal؟ هل المنجم بيستهلك الصحة بتاع الناس دي وبيسبب وفيات زيادة ولا لا؟ وكان بيتكلم برضو من الأسئلة Is this death rate the same as the town males death rate؟ احنا بنتكلم على الماينرز دول males والتاون males برضو. فده كان السؤال, فاحنا هنمشي معهم في المثال بتاعهم ان احنا اول حاجة هندخل age group والobserved miners death, وزي ما قلنا هو 436 death والpopulation بتاعت الماينرز والsum بتاع الpopulation اللي هي 534,533, وعايز يحسب الcrude rate بتاع الماينرز per 100,000 هيديني 81.6 death rate per 100,000. و again السؤال بتاعنا is this a good rate او is this a bad rate, we need to compare this to a reference population. طيب بالنسبة للtown group we do have age specific mortality rates, واحنا دلوقتي بالمعلومات اللي عندنا عايزين نحسب a piece of info that we don't have. The expected death in miners if they are exposed to the same risk as general town population males. يعني ايه؟ يعني how many death in miners will happen if they follow the same death rate of town males. يعني لو الماينرز معرضين للريسك بتاع التاون ميلز بي follow the same death rate بتاعهم, العدد الناس حالات الوفاة او death rate اللي هيحصل في الماينرز هيبقى عامل ازاي, او الـ number of deaths expected هيبقى عامل ازاي. علشان انا ليه بحسب دي؟ علشان اقارنه بالobserved. لو انا عندي الobserved اكتر من الexpected معنى كده ان الماين بيعمل لي مشكلة. لو 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 انا عندي the same يبقى مفيش hazard من الماين المايننج يعني. طيب يبقى احنا we are going to apply the death rates بتاعت الـ town males اللي هي دي على الـ population of the miners. وعلشان نشوف بشكل اوضح اهو ادي الـ age groups, ادي الـ population of miners, ادي death rates بتاعت الـ town males, ادي الـ observed miners death rate او deaths number of deaths observed. ده هنا الاكسبكتد. الاكسبكتد ده اتحسب ازاي؟ بان انا ابلايد الديث ريت بتاع التاون ميلز على البوبوليشن اوف ماينرز. يعني ايه ابلايد ده على ده؟ يعني ضربت ال مالتيبلايد يعني الديث ريتس بتاع التاون ميلز في البوبوليشن اوف ماينرز. ناخد مثال عشان نبقى فاهمين الجدول ده يتقري ازاي. يعني لو الايدج جروب دي مثلا الديث ريت بتاع الماينرز هيفولو ذا سيم ديث ريت اوف التاون ميلز اللي هو 12.26 ده, يبقى انا متوقع او اكسبكتنج ان انا اشوف 9.15 deaths per 100,000 in this age group. ولو بصينا على بقية الايدج جروبس I am expecting to see 13.71 in this age group. انا عندي زي ما انا شايف هنا اكتر.
في الايدج جروب دي اللي هي من 30 ل 34 اي ام اكسبكتنج تو سي 17.4 بير 100,000. انا عندي 22. لما هاجي في الايدج جروب من 35 ل 44 اي ام اكسبكتنج تو سي اباوت 51 ديث. انا شايف هنا 98 يعني تقريبا الضعف. اكسبكتنج في الايدج جروب دي 58 لقيت عندي 174. هنا هو اكسبكتنج تو سي 34 انا شايف 112. وبالتالي كمان علشان اوضح الكلام ده بشكل فيجوال، انا شايف ان الاكسبكتد نمبر اللي هو اكسبكتد نمبر اوف ديث بالاحمر اهو وده الاوبزرفد، انا شايف ان في فرق كبير جدا عند الناس بتوع الماينرز، ان الوفيات الحقيقيه اكتر بكتير من الاكسبكتد. فانا عندي المفروض في السنه اللي انا بتكلم عنها المفروض التوتال اكسبكتد ديث في الماينرز يبقى 181 كيس، انا عندي 436 كيس. فانا علشان برضو اليمينيت الكونفيوجن بحسب حاجه اسمها ستاندردايزد مورتاليتي ريشيو. دي بتتعمل ازاي؟ بتتحسب بالاوبزرفد على الاكسبكتد ديثز، وبطلع الستاندردايز مورتاليتي ريشيو اللي هي تبقى هنا تقريبا 2.41 او 241% يعني. وده معناه اقرا الرقم ده ازاي؟ ان الماينرز ار 2.41 مور لايكلي تو داي ذان اقرانهم التاون ميلز. وده معناه ان الماينرز ار ات هاير ريسك ذان اقرانهم في المدينه. و فايدة الستاندردايز مورتاليتي ريشيو دي ان انا في اي وقت هيبقى عندي فيه الكرود مورتاليتي بتاعة التاون ميلز وليكن مثلا 10.9 مثلا per 100,000، انا هقدر من الستاندردايز مورتاليتي ريشيو احسب الحاجة اللي اسمها indirect adjusted rate، ان انا بضرب الكرود مورتاليتي of town ميلز بضربها في الستاندردايز مورتاليتي ريشيو، وفي المثال بتاعنا هنا هيديني 26.2 death per 100,000 meals في الماينرز. بكده هنكون عرفنا ازاي نحسب الايج ادجستد ريتس سواء بالدايركت ميثود وبالاندايركت ميثود. شكرا.